وما نشوف ساعتها ايه اللي هيحصل، ولكل حدث حديث. فقرتنا الثانية فقرة بالعقل. الحقيقة النهاردة بالعقل هتكلم عن المنتخبات الوطنية وبشكل سريع جدا. عملنا حلقة قبل كده عن المنتخبات وسبب فشل منتخبات الشباب والناشئين وكيفية اختيار المدربين والأجهزة الفنية. اتحاد الكرة امبارح عمل اجتماع عشان يحسم اختيارات الأجهزة الفنية، المنتخبات طبعا، وعمل بعض التعديلات على التشكيلات المعلنة. في بعض الاختيارات منطقية، يعني أبرزها وجود واحد عنصر مصري وكابتن عادل مصطفى مع جهاز ميكالي. كابتن عادل مصطفى واحد من اهم وافضل العيون اللي تقدر، واحد من المديرين الفنيين اللي بيعتمد عليهم بشكل كويس جدا، بعد ما كان تم الاعلان عنه هيتولى منصب المدرب العام في جهاز 2008. لكن بالعقل يعني، واختيار المدربين المنتخبات محتاج خناقات على الترابيزه؟ يا جماعه الموضوع ابسط من كده، وجهه نظري الموضوع ممكن سهل جدا. ان احنا نعمل ايه؟ معايير منطقيه للاختيارات، وبالتالي مش الاستاذ جمال علام يخش يقول انا هعين اسلام، انا ما عينتش حد خالص فهعين اسلام مثلا، انا بقول مثلا يعني، او الاستاذ فلان الفلاني يقول انا هعين فلان هو ده اللي هعينه. مش ممكن يا جماعه. يعني اعتقد ان الامور في اتحاد كره القدم محتاجه ان تدار بشكل جيد جدا، لانه المنتخبات الوطنيه دي بيبقى ليها في الاخر ما هتبقى عايده عليك انت. ما ينفعش مدير فني سابق مثلا يعني لمنتخب الكرة النسائية يتولى تدريب منتخب شباب بالنسبة لي الاختيار عليه علامات استفهام كتيرة جدا وكبيرة جدا. نتمنى أن تتم إعادة النظر في مثل هذه الأمور، لأنها أمور صعبة جدا جدا جدا. لما نسمع كل هذا الكلام ماشي قلنا نكون المنتخبات، ولكن حط معايير تستطيع من خلالها أن تختار المديرين الفنيين لمنتخبات مصر الوطنية.